على السفرة لابطنك حاجة حتى المي ذا ما يعطوك إياه ونتعرض للهيانة. انتهاكات جسيمة ومروعة يتعرض لها الصيادون اليمنيون على يد البحرية الإريترية التي تستبيح المياه الإقليمية اليمنية منذ العام 2015. حرب أخرى تشن على البحر ضحيتها آلاف الصيادين اليمنيين الذين تمارس السلطات الإريترية بحقهم صنوفا مختلفة من الانتهاكات كالسجن والإجبار على الأعمال الشاقة لفترات طويلة ومصادرة قواربهم لتضاعف بذلك معاناة قرابة مليون مواطن يمني ممن يعيشون في المناطق الساحلية ويعتمدون على البحر لتوفير الغذاء والمال لأسرهم وفق تقارير أممية. الصياد مالك محمد عبد الله آخر أولئك الضحايا، أصيب بطلق ناري في عينه من قبل البحرية الإريترية وبات طريح الفراش بعد عجز أهله عن استكمال علاجه، لتضاف إلى جريمة البحرية الإريترية بحقه جريمة صمت وإهمال الحكومة اليمنية وتفريطها في السيادة الوطنية وتنصلها من القيام بواجبها في حماية مواطنيها. ما تحركوا ثلاث حبات رصاص ما تسمعه سمعناه واحنا ما اخرهم. تقارير صحفية أشارت إلى أن أكثر من 500 صياد يمني تعرضوا للخطف خلال العام الماضي من قبل البحرية الإريترية، ليتم الإفراج مؤخرا عن قرابة 115 صيادا كانوا محتجزين في السجون الإريترية لأكثر من 6 أشهر تعرضوا خلالها لصنوف مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي. قطاع الصيد هو الآخر تعرض لنزيف مهول، ففي أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة اليمنية للمصائد السمكية في يناير الماضي تم الكشف عن تكبد القطاع السمكي في البحر الأحمر خسائر مادية بلغت 12 مليارا و600 ألف دولار، منها 5 مليارات و600 ألف دولار خسائر ناتجة عن توقف الإنتاج السمكي والمشاريع الاستثمارية وتعثر شركات التصدير. ليبقى السؤال عن دور الحكومة اليمنية في متابعة قضية الصيادين المختطفين لدى السلطات الإريترية وحماية المياه الإقليمية من الانتهاكات المستمرة منذ سنوات.